نرحب بالمشاهدين الكرام عبر قنوات التلفزة. مشاهدين الأعزاء، وينطلق في هذه اللحظات شوط العمانيات والخنجر الفضي والمليون ريال. أرحب بعموم المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، تلفزيون قطر، قناة الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، وكذلك هذا النقل المباشر عبر القنوات الخليجية، قناة دبي ريسينج وقناة ياس الرياضية. مرحبا بالمشاهدين وشوط الخنجر العمانيات والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مجتمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذا المهرجان السنوي الكبير لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الشوط الثالث ورمز الزمول العمانيات الأصايل، الخنجر الفضي بالإضافة إلى مليون ريال قطري، ينتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات الكبيرة. 8 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المنطلقة. أيها الحفل الكريم، أهلا بكم إلى مواجهة من مواجهات الحقيقة في يوم تاريخي يجمع الأسماء العملاقة في أشواط مليونية هنا في ميدان التحدي، حيث انتشرت وارتفعت راية التحدي من الجميع. اليوم هو عرس تراثي يعيشه كل عاشق لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. فرحة كبيرة وأحلام كبيرة ترافق كل المشاركين في هذه الأشواط المرتقبة الملتهبة. 22 اسم يشارك في هذا الخنجر، طامعين وباحثين عن الناموس والانتصار. نبدأ بعد المراكز مباشرة، وأول الأسماء يتواجد وينطلق في هذا التحدي. أول المراكز يتواجد الذيب وسعيد بن سالم بن مسعود المري على الصدارة، ينطلق مع القيادة والريادة. بينما المركز الثاني أتابع القادم هنا مبعد بشعار الخيارين وسعيد بن محمد بن زايد، الخيارين يتابع مبعد على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع شعار بن عنزان غادم مع معزم سالم بن عنزان بالخاتم، العنزان النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الانطلاق والتحدي الكمير مع اندفاعتي وتحدياتي، ضاوي على المركز الرابع. يتقدم عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف، ينطلق في مسار واندفاعتي هذا الشوط باندفاعتي، ضاوي على المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، حيث يتواجد بهذه الانطلاقة والتحدي الكبير يتواجد ممتاز لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يتواجد صاحب المضمرين في أصعب أشواط العمانيات الأصايل، حاضرين وقادمين من أجل الخنجر ومن أجل الناموس والانتصار. هذه النتيجة الأولية مشاهدينا الكرام مجتمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي أعلنت وجودها وانطلاقها في موقعة التحدي والمنافسة العملاقة والتحديات الكبيرة في هذا المهرجان الكبير. نعود مع مسار واندفاعة الصدارة، نعود مع المقدمة باندفاعة الشعارات المميزة والأسماء الكبيرة الباحثة عن الانتصار. نعود مع ثلاثة أسماء كبيرة تتواجد في موقع واحد وتتحاور من هو السعيد الذي سوف يظفر في هذا الخنجر الغالي، ولكن البداية والتسلل باندفاعة مبعد وشعار الخيرين الحاضر حاضر مع صاحب اللقب في مهرجان الأمير الوالد، طامعا بالخنجر الثاني في هذا
المهرجان الكبير يتقدم سعيد بن محمد بن سعيد الخيارين حاضرا وغادما مع مبعد على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني وتابع معزم يتقدم بشعار رعد بشعار مرور بشعار الكثير والكثير من الأسماء المميزة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير. يتواجد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع معزم الذي معزما بانتزاع الناموس والانتصار. 4 كيلومترات هي من تفصلنا عن الخنجر الغالي، ولكن نتابع بقية المراكز التي تتواجد في هذه المنافسة الملتهبة. نتابع المركز الثالث، يتواجد الذيب ينطلق بشعار سعيد بن سالم بن مسعود المري على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع ضاوي وعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة غادم وحاضر بإنتاجه المميز بصولاته وجولاته الكبيرة، يتقدم باندفاعة ضاوي على المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى صاحب المركز الخامس، حيث تتواجد هذه الشعار العملاقة والأسماء الكبيرة. يتواجد صعب المضمرين باندفاعة ممتاز محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي طامعا وحالما بانتزاع الناموس، وإلى مرقم السلام يتقدم ممتاز على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، وما زال أيها الحفل الكريم نتابع معكم مسار هذا الشوط الملتهب، مسار الخنجر الفضي. ايضا هناك اسماء لم يحن موعد دخولها، نتابعها معكم بشغف الإثارة وبشغف العطاء وبقوة الأداء. ها هي الشعارات تتقدم بالمشاركة والتحدي، تتقدم في هذا المسار الكبير وباندفاعة الأصالة والتراث في هذا الموروث الشعبي الكبير. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ومع المقدمة. يتقدم شعار بن عنزان الشعار البرشلوني الطامع بالخنجر الفضي والبالمليون ريال الذي ينتظر عند خط النهاية. من هو السعيد الذي سوف يظفر بالناموس والانتصار بأقل أشواط العمانيات الأصايل في ختام هذا المهرجان الكبير؟ هنا معزم على الصدارة بدأ يتسلل رويدا رويدا باحثا عن الناموس بشعار سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتشبث مع الصدارة، ولكن مبعد في الملازمة ويتواجد في التحدي بشعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين على المركز الثاني. يتقدم بطموحات وامال شعار الخيارين الذي يريد ان يحافظ على شوطه وعلى الخنجر الفضي. بينما المركز الثالث اتابع التقدم والانطلاق مع ضاوي، يتقدم عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع اندفاع شعار بن مسعود، يتقدم مع الذيب سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري على المركز الرابع. بينما المركز الخامس وتابع المركز الخامس القادم، هنا ممتاز وصعب المضمرين، يتقدم رويدا رويدا في معركة هذا الشوط، في معركة هذا التحدي الكبير. يتقدم صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. ها هي الخمس المراكز الاولى ما زالت تتقدم في هذا التحدي، تتواجد محافظة على مراكزها، ولكن لم يحن موعد القدوم وموعد التحدي مع المنافسات الاخيرة. ولكن الان وصلنا الى منعطف الحقيقة اللي بتبان بعده نتيجة هذا الشوط. نعود مع صدارة الخيارين مع مبعد على المقدمة. سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يتقدموا في هذه التحديات الكبيرة وبهذه الانطلاقات الكبيرة الى هذه اللحظات. شعار الخيارين يتوجه نحو الاتجاه الصحيح ونحو الهدف المرتقب ونحو الخنجر الفضي الغالي. أذعت عليه في مهرجان الامير الوالد فانتزع الناموس بدون اوامر وبدون تحريكات. هل هنا يساعده الحظ بانتزاع الرمز الاخر بشعار الخيارين القادم والحاضر في هذا التحدي؟ هل من المنافس يا مضمرين يلحق في
ويرك بالمقدمة، ولكن نتابع المركز الثاني. يتقدم ضاوي عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجي، يمني نفسه بانتزاع الناموس. المركز الثالث وصل صاحب المضمرين مع ممتاز وبأداء ممتاز، يتقدم محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. المركز الرابع من مسعود، والمركز الخامس هجن السيلية. ولكن نعود مع الصدارة، من تأنى نال ما تمنى، يتأنى من بعد بانتزاع الخنجر الفضي بشعار لا تغيب عنه الشمس، فهو شعار للكثير من الأسماء الكبيرة بماضيه العريق وبحاضره المميز. يتقدم سعيد بن محمد بن زايد الخيرين. هيا هيا إلى الخنجر، هيا إلى الخنجر يا خيرين. مبعد الإنجازات شعار صال وجال في هذا التحدي الكبير، ولكن ضاوي على المركز الثاني مع بن نايفة. ولكن مبعد 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 بدأ يبتعد عن الجميع بدون أوامر وبدون تحريكات، يقترب من الخنجر الفضي. سعادة محمد بن زايد الخيرين يتابع يراقب المنافسة. ماذا تفعل الخيرين؟ سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ هذا الحضور اللافت، هذا الحضور الكبير، هذا الحضور التحدي، هذا الحضور المميز. الخنجر الفضي مع مبعد بدون أوامر وبدون تحريكات، تارينا والناموس إلى سعادة محمد بن زايد الخيرين وأنجاله الكرام. تارينا والناموس لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني على المحافظة على مبعد. سلام سلام الخيارين، سلام الخنجر الفضي مع الخيارين. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ضاوي لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. المركز الثالث الذيب بشعار سعيد بن سالم بن مسعود المري. المركز الرابع ممتاز لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس مشاهدي الكرام، لحظات ونوافيكم بصاحب المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة، فكان مبعد حاضرا مضيفا الخنجر الفضي الثاني برصيده في هذا الموسم. 12 دقيقة 30 ثانية 43 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعادة محمد بن زايد الخيرين وانجاله الكرام بفوز مبعد بدون اوامر وبدون تحريكات. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني جاء ضاوي، 12 دقيقة 32 ثانية 63 جزء من الثانية. تهاني وناموس لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة على فوز ضاوي في المركز الثاني. المركز الثالث جاء الذيب، 12 دقيقة 35 ثانية 37 جزء من الثانية. تهاني وناموس لسعيد بن سالم بن مسعود على فوز الذيب في المركز الثالث. المركز الرابع بن مرخان. المركز الخامس جاء مياس لخليل بن ناصر أو شعار بن عقيل مع المعز محمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا مشاهدي الكرام انتهت حكاية ورواية الخنجر.